السلام عليكم. إلى أين؟ إلى داري. بهلول. ما رأيك في عدوي القريب البعيد؟ نعم. ما رأيك في عدوي القريب البعيد؟ نعم. أسألك فتسألني؟ هل يحق لرجل مثلي أن يتقدم بالجواب على مولاي الخليفة؟ أرى فيه عدوا يحاول النيل مني، وأنا أرى ذلك. نعم. سررت بجوابك، لكنك لم توضح لي أترى فيه عدوا لي أو لك. هيا يا حسني، هيا هيا. أقسم إنني مصيب فيما أشك فيه. لك قصبتك، بل هنيئا لك حصانك. إن كنت تهفو إلى مثل هذا فاقترح. لا يا بهلول، لا، حبذا لو كان لي بساط ريح أطير به إلى بلدي. أين بلدك؟ على تخوم الشام، إن لي فيها امرأة حامل.
لا أدري إن وضعت أو أجهضت. هي الحياة يا صديقي، ألم وشقاء وسعادة ودعة. ألا زلت ترغب في حصان كهذا؟ ما زادتني الذكرى إلا تمسكا وإصرارا بما تمنيت. عالج همومك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. أخبريني يا جهينة، متى يبصر جنينك النور بإذن الله؟ لا أدري، ربما شهرا أو بعد شهر. ما هذه الثقوب؟ عدد أيام الحمل، كلما مر يوم علي أحدث ثقبا في الحائط فيسهل علي الأحصاء. لو ادخرت حبات الفول لسهل الأمر عليك. أخشى أن أجوع وأنسى فأكلها. متى يعود زوجك من بغداد؟ حتى ينفد الزيتون من سلاله. الحياة صعبة على هذا المنوال، أكثر مما تتصورين. عائلة مشطورة إلى شطرين، شطر هناك في بغداد وشطر هنا في عمورية. لا أجد صعوبة أكثر مما نحن فيه من قلق واضطراب. ما تعنين يا ليلى؟ أعني هذه الدلال، إنها مواقع الروم، يتحينون الفرص للانقضاض علينا. إننا في دوامة حرب، نهاجمهم ويهاجموننا. لا أدري ما الذي يخالجني هذه الأيام، وكأني بالروم يستعدون للوثوب علينا. المسلمون لهم بالمرصاد. الحرب خدعة ومكر. دعك من هذه الوساوس واطمئني. ما بك يا مولاي؟ أفكر في هذه الأمصار المترامية، إنها في عهدتي. ما يشغلك فيها؟ حال أهلي سعداء أو أشقياء، جياعا أو مدخمين. ما يصلنا من عمالنا يا مولاي يعطينا الراحة والطمأنينة. ومن أنبأك بصحة ما يكتب أو ما تسمعه؟ ألا يكون عمالنا قد أضخموا فأصيبوا بالعمى وصمت آذانهم عن أصوات الرعية؟ والله قد صدق من قال بين الحق والباطل أربعة أصابع. اسمع أيها الوزير. أمر مولاي. آتني كل الرسائل التي وردتنا من عمالنا في الأقاليم والأمصار، واطلب من عساسنا أن يوفونني بكل صغيرة وكبيرة. لا أريد أن أنام مطمئن البال ورعيتي في قلق واضطراب. كما تشاء يا مولاي. ما لنا وللدجاج يا دوري؟ أفي كل يوم من أضحية؟ أضحية إنها لك. أضخمت من أكل البيض والضأن ولحم الدجاج. يجب أن تأكلي من هذا، الغذاء يقوي جسدك ويدر حليبك. هيا 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 إلى الموقد أشعليه. هيا أعفني من هذا، سأعتني بها غدا. بل اليوم، الحليب الذي يرضعه ولدي يجب أن يكون مشبعا بالغذاء. أريده قويا فطنا ومهابا ذكيا. كأن الأولاد حكر لك دون غيرك. أتعرفين يا ليلى، لو خيرت بين كنوز الأرض كلها وهذا الرضيع لما فضلتها عليه. قل لي، أي مستقبل رسمته لطفلك؟ سأعلمه القرآن، وحينما يجيد تلاوته سأرسله إلى بغداد. بغداد؟ ما يفعل في بغداد؟ إنها قبلة العلم والمعرفة ومحط المجد والشهرة. أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. هذا يوم آخر. ما أحوجني إليك يا خزيم في هذا الوقت بالذات، تؤنس وحدتي وتبدد قلقي. قسما لو عدت إلي
لن أدعك تذهب وحيدا، سأكون معك إن حللت أو سافرت. وهل تقيم امرأة مثلي وحيدة في هذا الثغر المتقدم؟ كانوا يقول هذا، لقد هاجمونا في عقر دارنا وعاثوا في أرضنا خرابا وقتلا. أيسعدك هذا مولاي؟ لن أسمع كلمة واحدة حتى أقتص منهم وأرد الصاع لهم صاعين. توجهت إليهم حملة من الشام. كما لن يشفي غليلي إلا قائم سيفي وصهوة حصاني. سأذهب إلى الروم بنفسي. أيها الوزير، جهز لي حملة بعدد حبات الرمل. تبليه علي من امرأة الحمراء. كيف تركت ولدي في بابك؟ كيف سأذهب إلى أحضاره؟ أركني، سأذهب أنا إلى أحضاره. سيقتلك الروم، سأذهب بنفسي. لا ندعك تذهبين، سأعود إلى الدار وآتيك بالرضيع. فيما مجيئك يا خزيم هكذا فجأة؟ جئت أضع هذه السلالة أمانة في دارك. علك وجدت بساط الريح. حبذا لو أجده، فالأوضاع ليست على ما يرام. ما الأمر؟ الروم. ما باله؟ لقد هاجموا ديارنا وعاثوا فيها فسادا. إتاج الإهمال والتواكل. لا أدري إن كانت زوجتي على قيد الحياة أو صفك دمها على عتاب الدار. ماذا قلت يا بهلول؟ ضعها هنا. إلى أين؟ أتفقد داري وعيالي. وهذه؟ أتركها لديك ريثما أعود. نكتب فيها ما يثبتها. ماذا قلت؟ أمر الله لا نحيد عنه. أبشر، أبشر يا مولاي، إن هزمت الروم. غلبت الروم. استطاعت قوة الشام أن تسحقهم يا مولاي. الحمد لله. كم كنت أود أن أكون في هذه الحملة. سبقني جندي خيرا على خير. المهم أننا هزمناهم. لا، سيكرون علينا متى سنحت لهم الفرصة. هؤلاء لا يفقهون إلا لغة القوة ومنطق العزيمة وسبيل السيف. كافئ كل من شارك في قتالهم من أبنائنا قادة وجنودا، ثم أجزل العطايا على أولئك الذين
يقفون في الثغور ويحمون بسيوفهم وصدورهم ديار المسلمين. كما ترغب يا مولاي. ولا تنسى أولئك الذين هدمت دورهم، عوض عليهم بما ينسيهم مأساتهم. ألا تحب طفلك يا خزين؟ كيف لا أحبه وقد انتظرته منذ سنوات بفارغ الصبر؟ أتخاف عليه؟ ماذا تعنين يا امرأة؟ الخطر دائم. أي خطر؟ الروم على مرمى حجر منا. اسمع، أنت لم ترى ما رأيته ولم تسمع ما سمعته. لقد رأيت نارا تشتعل وتأكل البشر والحجر، وسمعت أنين الجرح من كل مكان. ما رأيك في الأمر؟ أن ننتقل من هذا المكان إلى مكان أكثر أمانا. وهذه الدار؟ نبيعها ونشتري دار أخرى. ما رأيك؟ كما تريدين، نبيع هذه الدار وننتقل إلى دار أخرى. إنما تفعل ذلك لسلامة طفلنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. هل عجبتك بغداد؟ إنها جنة السعداء. وما الذي يمنعنا من السعادة؟ مصاب ألم بنا، ولكننا تجاوزناها، أليس كذلك؟ ولم نستطع نسيانها. إلى ما تودينا البقاء في بغداد؟ إلى أن تجد بديلا. البديل موجود، الشام، لنا فيها دار وزرع. وهل تساوي الدار والزرع دم طفل أريق فيهما؟ هذا كثير يا ليلى، كثير. هذا من حزني، من ألمي. نأتي بطفل غيره. وهل تساوي سعادة طفل ولد مأساة طفل مات؟ الموت حق، الناس يولدون ويموتون، هذا قدر لا نستطيع رده. أعرف هذا. إذا انظري إلى الحياة من جديد. سأحاول. متى؟ عندما يتلاشى طيف طفلي الماثل أمام ناظري. هاي ادنوا ادنوا مني. ماذا تريد؟ لم يبقى سواك. قل لي، ما الذي دفعك لابتطاء هذه القصبة؟ أراك تهذي، أتسمي هذا الحصان قصبة؟ مذ قدمت سوق الكرخ هذه، وأنا أرى أن لك سرا تدفنه في هذه القصبة. متى قدمت بغداد؟ عندما هاجم الروم تخوم عمورية، حينها أتيت لاجئا إلى هذه الديار أهفو إلى خبز وظل. لم تقل لي، ما الذي دفعك إلى ركوب هذه القصبة؟ ها؟ هيا بنا يا حصاني لنبتعد عن هذا المخبول.
إن لك في هذه القصبة سرا أجله. ما بك يا خزيم؟ ما بك؟ لا أدري يا جهينة ما الذي أصابني. أشعر بصدري ينقبض دفعة واحدة. ألم يزول إن شاء الله. استرح استرح يا خزيم. ما رأيك يا مولاي لو منحنا الموصلي 500 دينار؟ بل أعطه 1000. هذا رجل غنى فأجاد فأطرب. لا تبخل بعطائنا أيها الوزير. عطاء الذي لا يملك للذي لا يستحق. ما الذي قلته يا بهلول؟ قلت عطاء الذي لا يملك للذي لا يستحق. أسمعته يا مولاي؟ كم يتطاول عليك في مجلسك؟ متى كنت تميز المستحق ممن لا يستحق؟ كل ما يعنيه ذم مولاي. دعه يعطني جوابا. لو سكت البوم عن النعيب لأكمل. مولاي ها قد سكت، فهاتي ما عندك. أيعطى مغنٍ 1000 دينار؟ إنما يسرنا فنسره، ما الضير في ذلك؟ الضير أنه يسرك بما يملكه فتسره بما لا تملكه. المال مالنا يا بهلول، نعطيه كيفما نشاء ولمن نشاء. المال مال المسلمين يا مولاي. أتحاجج مولاي في ملكه؟ لو سكت البوم عن النعيب لأكملت. أتحاجنا فيما جاهدنا فيه يا بهلول؟ إنما أدلي رأيي. وانصرف. هيا يا حصاني هيا. لو كنت مغنن لنلت 1000 دينار من خزينة مولاي. انصرف. ما رأيك في بهلول؟ لو سمح مولاي لقلت. قل. ماذا أقول في فرد بدأ يتطاول على مولاي؟ زد عليه رقابتك وأحصي عليه تحركاته. ماذا تفعلين؟ اعقلي يا ليلى اعقلي. ذلك الطفل لم يغب عن بالي أبدا. هذه سلة فيها بعض طعام، استعيني بها. كانت عيناه حليمتين وفي ظهره شامة، الشامة في ظهره كحبة جوز يانعة. كفاك حزنا يا ليلى، انتهينا من الماضي. الحزن يكمن في داخلي كما تكمن الغيوم الدكناء السماء الممتدة. كم تحبين أن تبقي حبيسة الأسوار الحزينة. يا رب من ينقذ زوجي ويقدم له يد العون؟ اسمعي، ستوافيني المنية حتما. إن حدث هذا الأمر توجهي بأقرب قافلة إلى بغداد واقصدي سوق الكرخ. وماذا أفعل في سوق الكرخ بدونك؟ اسألي عن بهلول. بهلول؟ ومن يكون بهلول هذا؟ رجل يمتطي قصبة لكنه فطن وسيساعدك. اسمع يا خزي، سأقول لك شيئا خطيرا. الصبي هذا ليس طفلك يا خزي. كيف؟ وأين طفلك الذي كنت تحملينه؟ أشهدت جراء الهلع والفزع الذي دب في قلبي إثر هجوم الروم، وقد عوض الله علي بهذا الصبي.
أرجو أن تكون قد انتهيت من صنع الحوص. لدي حوصتان جاهزتان. القليل خير من الحرمان. لعلني أبخستك حقك؟ خذ هذا لك. الحوصة بدرهم وثلاثة أرباع، الحوصتان بثلاثة دراهم ونصف. لا لا، سأكتفي بدرهمين ونصف. ولكنك تشتري القش بدرهمين وأربح نصف درهم. تتعب وتشقى وتربح نصف درهم، وأنا أبيع دون شقاء أو تعب وأربح درهما. نتقاسم الربح. أنا فرد أكتفي بنصف درهم، وأنت وزوجتك اثنان، فحق لكم ما درهم كامل. هذه قصتي من أولها إلى ألفها إلى يائها. ما بك يا ليلى؟ لا شيء، لا شيء، إنما يذكرني طفلك هذا، طفل لي قد ضاع واندثر منذ سنتين. لا تندبي حظك، هذا قدرك. قدر قد حطم قلبي كياني. كفاك سذاجة يا امرأة. لا أدري ما الذي يدفعني إلى هذا الصبي. هذا طفلها الذي كانت حاملا به. تعقلي يا امرأة تعقلي. قلب الأم دليلها يا دريد. تبا لهذا الدليل الذي يرشدك إلى التدرهات. لا أدري، لا أدري ما الذي يدفعني إلى الإصرار على أن هذا الغلام هو ولدي الذي ضاع. وما الذي يدفعها للاحتفاظ به؟ وفاة زوجها وحبها لطفل تحمله ويحملها، ثم إنها الجارة التي تلازم دارها دارنا. وإذن؟ إذن يحتفظ الجار بما تركه جاره، وقد نسينا طفلنا في الدار. الروم أحرقوا كل شيء وقتلوا كل من يتحرك. لنفترض أن ابنك قد نجا من سطوة الروم، وأن جهينة قد تلقفته. أين طفلها الذي كانت حاملا به؟ لا أعرف يا دريد، لا أعرف. هذا ما يحيرني ويدفعني إلى السكوت. ما رأيك يا بهلول برجل باع أرضه ليشتري حصانا؟ باع ما يعلفه السرجين فعوضه الشعير، واشترى ما يعلفه الشعير فيعوضه السرجين. اشرب. كنت أنتظر هذا. ها قد استقيتك شراب الورد وما طلبت مقابله شيئا. ليس لك فضل فيما شربت. كيف؟ أما الماء فقد أنزله الله سبحانه إليك دون مقابل، أما الورد فقد أنبته الله كذلك ولم تدفع شيئا، فكيف يحق لك أن تطالبني بثمن شيء لم تدفع ثمنه؟ سامحناك بما شربت. الحمد لله، شربت مما عندك فسامحني، وشربت أنت مما وهبك إياه الله، وما تدري إن سامحك أو سخط عليك. هو ذا الرجل الذي أبحث عنه. لابد أنه بهلول الذي حدثني عنه خزيم قبل موته. ألست بهلول المكنى بأبي وهب؟ بلى، أنا بهلول المكنى بأبي وهب. أتيتك من عمورية. عمورية؟ أنت زوجة خزيم دون شك. أدركتني. أين زوجك؟
لقد مات. مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتظري لحظة. هو كما رواه لي، إنه رجل طيب لولا هذه القصبة. خذي. ما هذا؟ أمانة زوجك لدي. لكنه لم يخبرني عن أمانة قط. إنه ثمن الزيتون الذي أودعه عندي. لكن خذي خذي. إنها كفيلة بأن تنقلني من هنا إلى مكان بعيد. أين كنت؟ أطالب بما لم تطالب به. إنك حمقاء ورب الكعبة. إنه ولدي. دعي المرأة وشأنها، لا تنغصي عليها حياتها. أتركها تهرب به إلى مكان أجهله؟ من قال لك هذا؟ إنها تقصد مكانا تجد فيه ما يعيلها. بل تقصد أن تتوارى به بعيدا عني. ساعدني يا دريد. أساعدك؟ بماذا؟ بتسلطك على هذه المسكينة؟ شكوتها إلى قاضي القضاء. ماذا فعلت يا ليلى بحق السماء؟ قاضي القضاء دفعة واحدة؟ أتدركين جزائك فيما لو كنت تكذبين؟ السجن؟ السجن دون سواه؟ اطمئن، لن يكون جزائي السجن. أنا واثقة فيما ادعيت يا دريد، واثقة. والله ما سمعت قضية أغرب من قضيتكما. وما وجه الغرابة يا سيدي؟ هذا الصبي ولدي، حملت به وولدته وأرضعته، فإذا بهذه المرأة التي فقدت رضيعها تحاول أن تسترده على حسابي، ثم إن لها زوجا يشهد صدق ما أقوله. أتعرفين هذه المرأة؟ بالطبع أعرفها يا سيدي، لقد كانت جارتي في عمورية. أكانت حاملا كما تدعي؟ نعم، وكانت في نهاية حملها. إذن ليس في الأمر مشكلة، ولدت وهي تحمل وليدها. ما الذي يدفعك إلى أن تؤكدي بأن الوليد وليدك؟ شامة في ظهره بقدر حبة الجوز. اكشفي عن ظهر طفلك. هذا صحيح، إنها شامة بقدر حبة الجوز. ما ردك يا جهينة؟ اسألها يا سيدي، ألم تشاهد هذه الشامة عندما زارتني؟ بل تأكدت من وجودها البارحة. لو سألتني يا سيدي عن بنية لقلت لك إن في ظهره شامة بقدر حبة الجوز. والله ما عدت أعرف أيكما صادقة في ادعائها. خذي ولدك وانصرفي. كيف يا سيدي؟ كيف؟ أتبيح لها أخذ ولدي وفلذة كبدي؟ أأنزع غلاما من حضن أمه دون بينة؟ أنا. ماذا تريد؟ عندي البينة. ما بينتك؟ أتستعين يا سيدي لإجلاء الحقيقة بمثل هذا الذي يمتضي قصبة؟ لأي المرأتين هذا الصبي يا بهلول؟ خذي هذا الحصار، أخذ الصبي فأتفحصه. ما شاء الله ما شاء الله. أرى أن هذا الصبي للاثنتين معا. أرأيت؟ أرأيت يا سيدي أنه لا يصلح حكما؟ بل أصلح. أعطني سكينا. لا، سكين؟ ولما؟ أقسم هذا الولد نصفين، لك نصف ولها النصف الآخر. أعطني السكين. لا يا سيدي أرجوك، أقبل يديك. هذا الولد لها، أعطها إياه، إنه ليس ولدي. أرأيت سيدي؟ إنها تعترف بالحقيقة ولهذا تتخلى عن ولدها. خذي طفلك يا امرأة، فأنت الأم الحقيقية وأنت الأم المزيفة. السلام عليكم. هذا الحصان يساعدني كثيرا، لقد ذهبت بيه. لذا السماع إلى بهلول كيف استطاع أن يحل لغز الصبي
الذي تنازعت على أمته امرأته. الحل بسيط يا مولاي، إنما تعمدت السكين لكي أكتشف ردة فعلهما. فانفعال الأم ولهفتها عندما سمعت بالسكين وتخليها عن الطفل حفاظا على سلامته دليل على صدقها. أما عدم اكتراث المرأة الثانية فهو دليل على كذبها. يعجبني ذكاؤك وفطنتك. لم يكن هذا وليد ذكائي وفطنتي. إذن وليد من؟ سمعته من تجربة حاكم عادل حكم ذات يوم بما حكمت. ألا تحدثني عن ذلك الحاكم لأتعلم وأتعظ؟ اعلم يا مولاي أن الأرض الصلبة لا تشرب قطرة واحدة من سيل منهمر ولو كانت عطشا. هيا يا حصاني هيا. الأرض الصلبة لا تشرب قطرة واحدة من سيل منهمر ولو كانت عطشا.